ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا مع الفقرة الفنية، وبنتكلم فيها عن التراث الجعفري والغناء الأسواني. والنهاردة معانا مطرب تميز بالتراث الجعفري والغناء الأسواني، هيكون معانا المطرب عبد الواحد البنا. برحب بيك ونهارك دايما سعيد. أهلا وسهلا بيك ونهاركم سعيد دايما. شفنا الكليب الجميل اللي كان معروض دلوقتي، وكنت لسه بكلمك حالا على إزاي تقدم التراث القديم من خلال شكل جديد. تمام، كلمني بقى على التراث الجعفري. والله الأول طبعا أنا بصبح عليكم وعلى المشاهدين جميعا. التراث الجعفري احنا بنعتمد على الارتجال دايما، فن الارتجال. كان لينا يعني تراثيات في أسوان كده ببتدي أحدثها أنا، يعني من التراث القديم. كنا احنا بنشتغل على العود وعلى الوتريات دايما، فدلوقتي ابتديت أحدثها بتوزيع موسيقي جديد. جميل. بإضافة ألحان جديدة، موزعين موسيقى محترفين، فبنطور الموضوع شويه شويه يعني. ده عشان يجاري الوقت اللي احنا موجودين فيه، ولا جايز استاذ عبد الواحد بنحتاج على فترات ان احنا برضو نرجع للقديم شويه؟ يعني انا ملاحظ في الكليب اتفرجت عليه ولفت نظري انت مقدم القديم في اسلوب جديد زي ما بيقولوا. بالظبط. عايز اعرف بس ايه اللي بيميز اللون الجعفري؟ يعني هل في حاجه بتميز؟ انا ما اتفرج كده تقول لي بص يا اشرف ده لون اسواني متميز، ايه اللي بيميز اللون الجعفري؟ اللي بيميزه والله اولا في اللغه، اللغه بتاعتنا معروفه، يمكن اللكنه الجعفريه معروفه في اسوان، يعني ما فيهاش أي اختلاف عن اللغة العربية، يمكن قريبة من الفصحى كده شوية. في يعني ألحان بتاعتنا غير الخماسية، يعني فيها سيكا بنغنيها بطريقة أسوانية كده معروف، يعني اللي يسمعها يقول دي أغاني جعفرية. طب انت اللي اخترت تغني جعفري، ولا ده لون فرض عليكم من خلال المكان والبيئه يعني ازاي؟ والله اتفرضت عليا طبعا، يعني انا اساسا في يعني اتولدت في قريه جعفريه، قريه المنصوريه، الاغلبيه جعفره، والناس اللي بتعامل معاهم الاغلبيه جعفره، فطبيعي الطبيعه بتفرض عليك انك هتغني بتاعك، مش هتطلع بره الموضوع. يعني اللون ده واخد حقه من الفنون ولا يعتبر فن مظلوم نسبيا؟ والله يعني هو بصراحة كان يعني من فترات كتيرة مظلوم جدا، لأنه ما فيش طبعا الناحية الإعلامية. طبعا أنا بشكر طبعا الأستاذ عادل عبد الله نقد الصحفي الكبير اللي يعني واقف معانا، واقف ورانا ورا الغناء الجنوبي والأسواني عامة، علشان يظهر للجمهور، بيقدمنا بصورة كويسة للمجتمع المصري عشان يشوفوا الفن ده ويشوفوا الإبداعات اللي فيه. بيعمل يعني بيجتهد معانا لكليبات، لحاجات نظهر بيها للمجتمع يعني، ونظهر الفن بتاعنا ده. واحنا بنتفرج على الكليب قلت لي انا كان ليا تعليق عايز اتكلم على الكليب، كنت عايز تقول ايه؟ في يعني الكليب انا عامله بصوره يعني متطوره شويه. فيها جميع الاشكال. يعني جميع الالوان، يعني اللحن اللحن خماسي، التوزيع موسيقي متطور الكتريك يعني بمعنى اصح، فعشان الناس طبعا لما تشوفه يعني ما يقولوش اني انا اضفت حاجه يعني غريبه، لا انا عملت الشكل ده عشان يوصل لكل الناس. بعد كده انا هقول الاغاني بتاعتنا بالطريقه الحديثه. يعني ما خفتش ان الناس تقولك يعني انت بعدت عبد الواحد، بعدت عن اللون الجعفري؟ بخافش الناس تقولك يعني التطور ده خلاك شوية بقيت بعيد عن الغناء الأسواني؟ لا لا لا، بالعكس بالعكس، يعني أنا بطور الموضوع عشان برضو يعني المصري يسمعني والخليجي يسمعني والأوروبي يسمعني، عشان أوصل للناس بانتشار أكتر، بعد كده أقدر أغني اللي أنا عايزه للناس يعني. طب غني بقى اللي أنت عايزه، يلا نمسك المايك. غني لك حاجة كده جعفرية برضو من التراث بتاعنا. يا كامل أوصافك كده عاش من شافك، يا كامل أوصافك عاش من شافك، اوعى تكون نسيت، اوعى تكون نسيت أيامنا الجميلة وقصتنا الطويلة، لما سافرت وجيت اوعى بحبك وعاشقك كلك رغم بعادك وذلك، بحبك وعاشقك كلك رغم بعادك وذلك، واسأل النجوم تقولك كم ليلة في جبكيت اوعى.
ما شاء الله عليك. الله. الله طب خليني اقول، الناس ساعات بتتلخبط وبتخلط ما بين الغناء الاسواني والغناء النوبي. انا شخصيا كنت متخيل الاثنين قريبين من بعض، فعايز اعرف الفرق ايه بقى. لا هو يعني الفرق كبير جدا. كبير بالظبط. الفرق ان الغناء النوبي ربنا اختصهم طبعا سبحانه وتعالى بلغة احنا ما نفهمهاش وما يفهموش، يعني ما حدش يفهمها الا هم عندهم لغتين مختلفتين، يمكن الفيكي والمتوكي سبحان الله، يعني ربنا اعطاها لهم طبعا، ما حدش يفهمهم غير هم بس، يا هم بعض. لو غنوا باللغتين دول انا لو بسمعهم ما اعرفش ما بيقولوا ايه. لا لا طبعا احنا نفسنا ما بنفهمهاش، لكن الغناء بتاعنا احنا الاسواني العربي يعني مفهوم لكل الناس، يعني زي ما انت بلغة غنيت طليقة. دلوقتي كده. بالظبط. بالظبط. طب خليني اعرف، يعني في الفلكلور الاسواني هو نوع من انواع الاغاني، يعني انت غنيته بس ولا غنيت رومانسي ايضا، غنيت مقسوم، يعني فرض عليك ده وخلاص بنغني ده بس، ولا نوعت نفسك؟ لا والله هو احنا عندنا انواع كتير من الغناء، بس هي القصه ان يعني التراث بتاعنا يمكن اتظلم شويه اعلاميا، يعني ما طلعش للنور قوي. طبعا انا بشكركم يعني على اساس برضو بتعرفوا الناس بالجو بتاعنا الاسواني، يمكن اتظلمنا شويه السنه، ما كانش الضوء علينا، فدلوقتي ببتدي يعني اغني بتاعي عشان اوصله للناس. بعد كده المطرب بيغني جميع الالوان، يعني سواء الرومانسي سواء العشق غرام، جميع الايقاعات المختلفه بيغني عليها. انت غنيت دلوقتي وحسيت الاغنيه جميله جدا بس جديده شويه حديثه، طب لو غنينا بقى من التراث الجعفري القديم هتغني لي ايه قديم شويه؟ غني لك حاجه اسمها المشاله عندنا. دي من التراث. دي من التراث الجعفري. هناخد المايك. وبسمع رنت عدانك، بسمع رنت عدانك زي ميه في الجحاري، زي ميه في الجحاري، وانت تقولي بلاني، انت تقولي بلاني، وانا بلاني مين، انا بلاني مين، وتمايل وانا بوسك، وتمايل وانا بوسك، يا عويد الخزران، يا عويد الخزران، وتحت الشفة الرقيقة أنا حقول لك على الحقيقة، وتحت الشفة الرقيقة يحلى مضغ اللبان، وتلم ولاد القوى، تلم ولاد القوى، يحكوا القاضي الغرام، يحكوا القاضي الغرام، عشق البنات يا قاضي، ده عشق البنات يا قاضي، وعشق البنات يا قاضي، حلال ولا حرام، حلال ولا حرام. الله عليك. انا بدات احس على فكره فعلا بالفرق ما بين الغناء الاسواني والنوبي، لان سمعت النوبي قبل كده فحسيت ان انا كده فاهمك 100% وانه قريب من الغناء عادي في القاهره بشكل طبيعي. تمام. طب خلينا نتكلم على الحفلات. تمام. الحفلات ايه في الفترة القادمة بالنسبة لك؟ الحفلات ان شاء الله انا عندي يمكن المهرجان الدولي المصري الافريقي ده في الاوبرا ان شاء الله، المهرجان النوبي الدولي الافريقي ده مهرجان كبير معمول وفيه فيستيفال واحتفاليات كتير، يعني ان شاء الله باذن الله ناويين نقدم فيه اليوم الجعفري او الفن بتاعنا بشكل كويس وصورة كويسة ان شاء الله. وعندنا يوم 14 برضو في الشهر القادم ان شاء الله 14/3 مهرجان جعفري صريح، مهرجان كبير فيه هيبقى عدة تنوعات وتقبيل للفنان الراحل رشاد عبد العال اللي هو من التراث الجعفري طبعا، التراث بتاعنا، فان شاء الله ربنا يوفقنا يعني باذن الله ونرضي جميع الاذواق ان شاء الله يا رب. استاذ عبد الواحد، لما بتبقى في حفلاتك الناس بتستوعب او بتستقبل الغناء الجعفري والاسواني ازاي وبمنتهى الامانه، سواء بقى غنيته هنا في القاهره او في مصر او طلعت غنيته بره؟ والله الحمد لله، يعني هو الفن بتاعنا او الغناء بتاعنا يعني ليه جمهور عريض هنا كتير جدا، يعني حتى بعض من المصريين خلاص ابتدوا ايه يعرفوا ايه الفن الاسواني وايه الفن الجنوبي، لانه يعني الفن الجعفري ما بيشملش جعفري بس كمان، يعني اللغة العربية دي في عبابدة، في علاجات، بشرية، أنصار،
فصائل كتير عندنا من أسوان بتغني الفن ده. بس جايز بتغنيه بلهجات مختلفة ولا بنفس لا اللهجة؟ بنفس اللهجة، بنفس اللهجة. بنفس اللهجة اللي هي المفهومة، يعني ما فيش اختلاف عندنا في أسوان إلا هو الفصيل النوبي اللي هو بيقول اللغة مختلفة عننا، لكن الباقيين كلهم بيتكلموا باللغة بتاعتنا دي. ففي فصائل كتير الحمد لله يعني، وجمهور كبير بيحب الفن ده وبيحضر لنا حفلاتنا في ساقية الصاوي، في أماكن متعددة، حفلات الاتحاد النوعي لجمعيات محافظة أسوان، فكل دول بيحضروا الحفلات دي. حتى المصريين الحمد لله ابتدوا يستوعبوا الفن ده واللون ده والشكل ده. يعني دول المصريين لما بتغني قدام بقى حد مش مصري او اجانب، اللون الاسواني ده والتراث المصري القديم ده بيستقبلوه ازاي؟ والله هم يمكن بيستقبلوه اكتر مننا انا المصريين. متوقع كده. يعني انا بشتغل في مراكز ثقافيه كتير تبع المركز المصري المصطبه الاستاذ زكريا ابراهيم، معايا فرقتي. يعني غير الشغل اللي انا بعمله بعرف الناس يعني في بلاد بره بالتراث بتاعنا الجعفري، فالفرقه دي يعني بنروح بالزي الرسمي بتاعنا اللي هو الجلاليب والعراجي والسديري والعمه، كل الفرقه بتاعتي بنروح بنعرض التراث ده. الاجانب الحمد لله يعني بنلاقي اقبال عريض جدا من الاجانب، وساعات يعني تلاقي ما فيش مكان، المركز صغير مش كبير قوي، فيعني بتلاقي العدد مهول من الاجانب ويجوا وبيصروا انهم يقفوا ويتفرجوا ويرقصوا الحمد لله يعني. فبالله اقبال جميل جدا من البلاد الخارجيه بصراحه يعني. استاذ عبد الواحد عايز اقول شركات الانتاج، بصرف النظر عن اسمائها، ولكن بعض الفنانين يقول لك انا ما بتعاملش غير مع شركه انتاج، حد تاني يقول لك لا 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 مش عايز شركات انتاج خالص، انا هشتغل لوحدي. تمام. وكفى الله المؤمنين شر القتال زي ما بيقولوا. انت من وجهه نظرك انهي افضل؟ والله انا من وجهه نظري لو شركه الانتاج يعني هتخدم المطرب او هتخدم الفنان، بتوفر له كل يعني سبل الدعايه الكويسه، المديات الكويسه برضو، يعني على اساس يقدر يبدع، يقدر يعمل الحان كويسه، يقدر يجيب موزعين موسيقى كويسين، ما فيش مانع. لكن شركات الانتاج اللي بتحتكر المطرب فترات طويله وما بتدوش حقه، هي دي المشكله. بالظبط، هي دي المشكله. طب خلينا نتكلم بقى عن علامات الغناء في جنوب مصر. يعني كان عندنا احمد منيب. طبعا محمد منير علامه مميزه جدا، يعني شايف ازاي قدروا ياثروا؟ وفي نفس الوقت كمان عايز اسالك مثلك الاعلى بما انك بقى من جنوب مصر ومن منطقه احنا كلنا بنحبها. والله طبعا الاول يعني الفنان الكبير الراحل احمد منيب من الناس اللي بجد يعني عملوا صوت للنوبه وما خدش حقه اعلاميا على فكره. بالظبط، ما خدش يعني حقه. الراجل ده رائع. رائع طبعا. يعني فوق الرائع، وغير كده يعني في بلاد بره عارفينه اكتر من هنا. يعني في يمكن الشباب الجيل اللي طالع الصغير ده المصريين يمكن في ناس ما تعرفوش، لكن هناك في اوروبا بيدرسوا اغانيه، بيتغنوا بيها في عاداتهم، في سهراتهم، في حفلاتهم، بيحبوا يسمعوا احمد منيب. الاستاذ محمد منير طبعا ده عالم بصراحه، الكينج بتاعنا ده، راجل عرف يوصل الكلمه ازاي. لا وخد لا واستفاد من احمد منيب، يعني طبعًا خد منه وغنى له. طبعا غنى له، والمعنى كده ان الراجل ده راجل ذو ثقل في الغناء الاسواني وفي التراث الشعبي. طبعا طبعا بصراحه يعني الراحل احمد منيب يعني كان بيغني للطبيعه، بيغني من جواه بروحه بقلبه. لو ليه صوت مميز. بالظبط. طبعا الصوت المميز ده كمان يعني وصل للناس بسرعه وبمحبه. انت حافظ له حاجه يا عبد الواحد؟ والله مش كتير، بس يعني انا بصراحه الكينج محمد منير يمكن غنانا حاجات مثلا من التراث بتاعنا، نعناع الجنينه، المزج في حيضانه، شجر الموز درح. طب خلينا نسمع حاجه بقى، مش هسيبك بصراحه، بس اسمع منك حاجه. خد المايك. الدنيا الصبح بس كده. انا عارف ان طبعا اي فنان ما بيحبش يغني اول ما بيقوم الصبحيه، ولكن يعني احنا بنحب التراث الاسواني جدا جدا، فمصدقنا انك معانا بقى. نعناع الجنينه، المزج في حيضانه، شير الموز طرح ضلل على عيدانه، دي يمكن من الحاجات اللي في التراث الناجحه جدا عندنا جداً. في التراث وقديمه جدا جدا، كانوا جدودنا بيغنوها. بس يعني في ناس يمكن مش عارفه، طب اشمعنا مثلا شجر الموز طرح ضلل على عيدانه؟
ليه ما قالكش مثلا شجر النخيل طرح، شجر الجوافه، شجر الليمون. يعني عايز تقول ان الكلمات متنقيه. بالظبط. يعني اولا النعناع، عشان برضو الناس تفهم المعلومه دي، النعناع ما بيطرحش في ارض فيها ظل، يموت جذره على طول لو فوقيه ظل. فطبعا هو يعني جدودنا كانوا بيغازل في حبيبته دي، بيقول شجر الموز طرح مثل حبيبته، الحب اللي بينهم والقصه اللي بينهم اللي هي النعناع وشجر الموز، طبعا ورقه عريض فضلل على عيدان وموت الموضوع يعني ايه. فكان بيحكي على تشبيه الغرام جميل والحب. جدا طبعا. وطبعا برضو الموز ليه نعناع، والموز يعني ليه ريحه، والنعناع ليه ليه ريحه. ريحة طبعا. فلما بيستوي الموز مع ريحه النعناع بيمزجوا كده ريحه مختلفه يعني ايه. قالت تقصدك يلي انت بتغازلنا، واقف في طريقنا ان طلعنا نزلنا. قالت تقصدك يلي انت بتغازلنا، واقف في طريقنا ان طلعنا نزلنا. معقدين بعضنا من صغرنا وما زلنا، ما بنسيب بعض حتى التراب يعزلنا. نعناع الجنين المزق في حيضان، شجر المصطرح ظلل على عيدان. طول يا ليلي طول خلي الفجر يتوانى، حصل لك ننظر الفقع النجف ألوانا. الغي والغرام جوا قلوبنا كوانا، وفي الما بتلحق خسارة شبكنا هوانا. الله عليك الله. الله طب يخليك. عايز اعرف من وجهة نظرك ازاي نحافظ على التراث الاسواني او اي تراث شعبي عموما، من سواء كان في جنوب مصر في شمال مصر، ازاي نحافظ عليه؟ والله نحافظ عليه اولا يعني لازم يبقى فيه يعني ترسيخ للكلام ده، سواء في كتب يعني خاصه التراث، التراث يعني لو في كتيب مثلا صغير يبين التراث نشأ ازاي، مثلا الفن الجعفري او الفن النوبي كذلك مثلا نشأ امتى ونشأ ازاي، ومين اول رواد، ومين اللي غنى، ومين اللي عمل. لازم يبقى فيه كتيب مثلا صغير للاجيال اللي جايه على الاقل يعرفوه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان المطربين مثلا كجعفره مثلا، بتكلم على الفصيل بتاعنا، يبتدوا يطلعوا التراث القديم ده ويحدثوه بمزيكا جديده، يحدثوه باغاني جديده، يحدثوه بالحان جديده، لكن الروح هي هي. يعني الروح بتاعتنا الاسوانيه موجوده، الكلمات ممكن بعض الكلمات القديمه التراثيه اللي كانوا يعني ورثناها من الاجداد يحدثوها بمزيكا جديده، بالحان جديده، بتوزيع جديد، فهتوصل للناس اسرع، ويبقى انت كده بتحافظ برضو على تراثك بالظبط موجود زي ما هو. طب ايه اللي انت بتحضره الفتره الجايه؟ مش بس في الحفلات يعني، اكيد انت بتحضر كلمات، بتحضر الحان، وانا شايف حتى من خلال الكليب انك بتحاول تحافظ على لون معين يبقى لك انت خاص بيك. بالظبط. يعني يعني انا الحمد لله من ساعه ما ابتديت يعني اشتغلت على نفسي بنطاق خاص، ان انا اعمل ستايل لنفسي وشغل لنفسي، اللي هو يعني ساعات بجيب كلمات التراث بتاعتنا دي وبعمل لها تحديث موسيقي، بمزج فيها مثلا الالحان الخماسيه، الايقاعات المختلفه، على اساس توصل للناس اسرع وتبقى على يعني في متناول الجميع. يعني ممكن في ناس مثلا شرقي قوي او مصري قوي، لان في ظل الزخم اللي حاصل ده انت شايف طبعا الاغاني الشعبيه والاغاني عامله ازاي دلوقتي. انت ضحكت ليه لما قلت لي في ظل الزخم الحاصل ده؟ يعني عايز تقولها بشكل ظريف، انا عارف ان احنا ما بقيناش لاحقين نسمع بصراحه، مش لاحقين. هي القصه بالظبط. احنا مش لاقيين حاجه نسمعها غير الدربكه والزيطه، فطبعا احنا عشان نمشي مع الدربكه والزيطه لازم برضو يعني نواكب العصر شويه. ما هو ده ذكاء، ده ذكاء ازاي تسمع الواحد حاجه جميله وفي نفس الوقت يتقبل انه يسمعها ويغنيها. بالظبط. لانه لو انت يعني غنيت لهم حاجه تقيله
على قلبهم مش هيتقبلوها، وخاصة الجيل اللي طالع دلوقتي اتربى على حاجات طبعا ايقاعات مختلفة، درامزات وحاجات كده بيرقصوا. يعني عندي ابني الصغير مثلا في البيت حمودي ولا عمار، الاقيهم طول النهار عمالين يرقصوا ويشاوروا بايديهم وكده وكده. وبيتفني بقى، اه طبعا. بيتفني بقى، ربنا يخليهم. فيعني عشان انا احافظ على شغلي بالظبط. واقدر اواكب العصر دلوقتي، بضطر يعني اغير في الايقاعات، اغير في طبعا المزيكا، بحيث اغير في يواكب اللحن. بالظبط، يواكب بالظبط. العصر. المطرب عبد الواحد البنا برحب بيك مره تانية ربنا وبشكرك، يخليك. وبقول لك ان شاء الله اكيد هيكون لنا مزيد والمزيد من اللقاءات مع الفن الاسواني الجميل. الله يخليك. وطبعا انا بشكركم جدا على الشوية الحلوين دول، وبشكر المشاهدين طبعا، ونهاركم سعيد ان شاء الله. شكرا جزيلا مشاهدينا، سمعنا الفن الاسواني الجعفري الجميل اللي جايز مفتقدينه في الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وان شاء الله هنسمع انغام وانغام جميله من التراث المصري الجميل في الفتره الجايه. مشاهدينا خلصت فقراتنا، نهارك سعيد مستمر منذ التاسعه صباحا حتى 11 متجدد يوميا. شكرا لكم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير.